حادث بسيط يخفي فتاة عشرينية من على وجه الأرض. ترسل بريداً إلكترونياً إلى أستاذها في الجامعة تقول فيه: سأغيب لأسبوع عن حضور الدروس، لدينا حالة وفاة في المنزل. المفاجأة، لا توجد حالة وفاة في منزلها. أين اختفت مورا موراي؟ وهل قتلت؟ أم أنها مخطوفة وعلى قيد الحياة؟ في يوم الاختفاء. المكان ولاية نيوهامبشير الأمريكية. الزمان 9 فبراير عام 2004. الأمر يسير على ما يرام. تسرع مورا وتحزم أغراضها من غرفة سكنها الجامعية، تسحب المال من بطاقتها البنكية، تشتري النبيذ من إحدى المحلات القريبة، تركب السيارة وتذهب باتجاه طريق هافرهيل 112. تنعطف السيارة يمين الطريق وتصطدم بإحدى الأشجار. حادث بسيط أدى لتهشيم الزجاج الأمامي. مورا داخل السيارة. امرأة تسكن في إحدى البيوت ترى الحادث وتتصل بالشرطة. الساعة الآن 7:27 مساء. يمر أحد سائقي الشاحنات ويرى الحادث، ينزل ليرى مورا ويراها أنها بخير ولا تنزف. يخبرها أنه سيتصل بالشرطة لمساعدتها. تخبره أن لا داعي للاتصال بالشرطة لأنها اتصلت بهم منذ قليل. يتركها السائق ويتصل بالشرطة لأنه رآها مرتبكة. الساعة الآن 7:37. حضرت الشرطة إلى مكان الحادث. يقترب رجال الشرطة لإخراجها. الساعة الآن 7:46. أين مورا؟ على ما يبدو أن مورا قد تبخرت في الهواء أو ابتلعتها الأرض. يستنفر رجال الشرطة للبحث حول مكان الحادث. لا أثر للأقدام على الثلوج، والكلاب البوليسية تفقد رائحتها على بعد 90 مترا عن الطريق. سجلت الشرطة قضية مورا على أنها قضية لشخص بالغ مفقود، وليس على أنها قضية جنائية تحتمل القتل أو الخطف. 9 دقائق كانت كافية لاختفاء الضحية. هل هي ضحية فعلا أم ماذا؟ لنبحث معا فرضيات اختفائها، وكيف شمت الكلاب البوليسية رائحتها في قبو بيت قريب من مكان الحادث بعد 15 عاما، وقصة فيديو الضحك الهستيري على اليوتيوب في ذكرى اختفائها 8. آخر مكالمة أجرتها مورا بهاتفها كانت مع أحد أصحاب الشقق السكنية للإيجار في المنطقة التي كانت متجهة إليها. في الفرضية الأولى تقول إحدى صديقاتها أن مورا تركت خطابا كتابيا تتحدث فيه عن مشاكلها مع حبيبها، والأمر يتضح على أن مورا قررت الذهاب بعيدا للاختلاء بنفسها بسبب المشاكل العاطفية. أما الفرضية الثانية التي لجأ إليها الصحفي الاستقصائي جيمس رينر حول القضية بعد تحقيق مطول مع أشخاص لهم صلة بمورا، أنها سافرت لكندا لبدء حياة جديدة. ويوضح الصحفي: فيما لو أنها كانت متورطة بشيء ما، فالفرضية الوحيدة التي تفسر اختفاءها السريع هي أن مورا عرفت سائق الحافلة، وأنهما لم يضيعا الوقت في الكلام أو الشجار بعد اتصاله بالشرطة، فإن الطريق الذي يمكنهم السير به هو الطريق 116، والذي يستغرق 7 دقائق لإخفاء مورا والعودة لمكان الحادث. وصل بريد إلكتروني للصحفي ذاته يحمل رسالة تقول: توقف عن النظر. البريد يحمل اسم راي رومو، وهو اختصار لمورا موراي. والرسالة كانت تحتوي أيضا على إحداثيات لمنطقة اعتقد رينر أن مورا توجد فيها. حاولت الفرق التطوعية البحث في المنطقة لكنها أوقفت بسبب الثلوج المتراكمة. أما فرضية الحب التي توصل إليها رينر بعد بحثه، أن مورا كانت مخطوبة لملازم في الجيش، وكانت تواعد شخصا آخر في ذات الوقت يدعى حسين البغدادي، ولمحت له مرارا أنها تريد الاختفاء.
كما أن المكان الذي كانت متجهة إليه هو ذاته الذي كان يتردد إليه حسين في الإجازات. البغيض 112. في ذكرى اختفاء مورا السنوي، وتحديدا في 8 فبراير 2012، فيديو ينشر على منصة يوتيوب لشخص يضحك بجنون في غرفة ينتشر فيها الظلام، ويتضح عليه أنه رجل غير طبيعي. وفي نهاية الفيديو ظهرت جملة تحت عنوان ذكرى سنوية سعيدة. القناة كانت تحمل اسم ديرتباغ 112. الكلمة تعني البغيض، وهو اللقب الذي أطلقه والد مورا على من يعتقد أنه خطفها منذ بدء الحادثة عبر وسائل الإعلام. ومئة واثنى عشر هو رقم الطريق الذي وقع فيه حادث مورا. تمكن المحققون من معرفة هوية الشخص ويدعى ألدين يلسون، لكن لم تستطع الشرطة إثبات شيء ضده بعد التحقيق معه، وبالتالي لم يقبض عليه. الكلاب تكاد تمسك بخيط. لم تكف عائلة مورا عن البحث عنها حتى يومنا هذا، كما أن والدها الذي يدعى فريد موراي لم يقطع الأمل في إيجاد ابنته. شك فريد بمنزل قريب من مكان الحادثة. المنزل يحتوي على قبو، لكن أصحاب المنزل لم يقبلوا بدخول الكلاب البوليسية لمنزلهم، حتى منح فريد حق الوصول إليه مع الكلاب من قبل المحكمة. الزمان يأخذنا لفبراير دائما، شهر وقوع الحادثة. في فبراير 2019 استأجر والدها الكلاب البوليسية لتتبع أثرها في المكان. المفاجأة الكبرى أن الكلبين التقطا رائحتها في المكان، وتحديدا بإحدى بقع الإسمنت الأرضية للقبو، ما استدعى المحققين على حفر الأرضية وفحصها برادار مخترق للأرض. لكن خيبة الأمل كانت في أنهم لم يجدوا شيئا، وأثبت أن الأرض لم تدفن فيها جثة من قبل. تم إنشاء الكثير من الأفلام الوثائقية والتحقيقات الصحفية في قضية مورا موراي، بالإضافة لحملات إلكترونية للاستمرار بالبحث عنها، كما أنشأت عائلتها موقعا إلكترونيا باسمها للإدلاء بأي معلومات عنها. وفي كل السنين التي مضت منذ اختفائها يجتمع كل من يعرفها في الطريق الذي وقع فيه الحادث، ويقيمون مسيرا للتذكير باختفائها، كما علقوا شريطا أزرقا على الشجرة بجانب مكان الحادث. وتستمر الحكومة بالتكتم بأي معلومات عن مورا موراي، فيما تسعى عائلتها جاهدة لإيجادها بأي طريقة. واليوم في ذكرى ميلادها في 4 مايو تكون مورا قد بلغت 38 سنة من عمرها بعد 17 عاما من الاختفاء. هل تظن أن مورا ستظهر يوما ما؟ ومن وجهة نظرك أين اختفت بلمح البصر؟ وما هي الفرضية التي ترجحها؟